هوروسكوب إيتارو صباح الفل يا مدام ليليا. صباح الخير يا نجيبة. نحكي مع مدام ليليا. يحكي معها. اسمع اليوم شنو هو؟ أربعة غدوة خميس. إي شنو؟ عيد ميلاد غدوة؟ لا 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 ما هو أنا كيفاش تمشي أنا برجي البالونس باسكولا. اسمعني مدام ليليا ما غير ما تغشش باش نحضرك عند الحجامة. واه واه نهار الخميس وحمام أنا نعرف. مش قلت لك شعري أنت نجيبة؟ شوف كتشوفي أمين عمر تاع صيدة الله يوريك. جيري جيري بيه يا نجيبة بيه بيه يزي خلي المرأة غدوة تمشي لحجامتها وأمورها واضحة. يزي أي مش حجامتك مش قلت شعري مش قلت شعري. لا لا نجيبة وعيد شعري إن شاء الله نهاركم زين إن شاء نهاركم مبروك نهاركم فل وياسمين على التوينس الكل. كيما العادة إن شاء الله اليوم جبت لكم أخبار حلوة يا ربي كيما العادة. نبدأ مدام ليليا سامحني نذكروا اللي اليوم قلت لنا أنا هو أكثر الأبراج اللي عنده الحظ. الحوت وحده كا بواسون اليوم بواسون وحده أكثر برج عنده الحظ. أكثر برج عنده الحظ اليوم أربعة اليوم نهار البواسون ان شاء الله البرج الكل يا ربي واللي يسمعوا فيا الكل واللي يتبعوا فيا الكل. نبداو بالحمل. سي الحمل في مرحله الانتظار ما نعرفش فاش يستنى ومتوتر وتولد به المده. ما تخافش يا حمل على خاطر خرجت لك 5 دو كارو. 5 دو كارو هي ستابيليتي. فما دي نوفيل سور لا روت. ربي معاك يا حمل ما تتقلقش ما نحبكش مقلق ان شاء الله اليوم نهار مبروك. الثور والثور متفائل بالبداية اليوم يعطيك الصحة يا ثور. سيس دو كور. سيس دو كور ورقة ياسر حلوة مزيانة فيها كل شيء فيها الحب فيها الاستقرار فيها التفاؤل خاصة والإقبال قابل وفرحان. سيس ثور إن شاء الله عندك أخبار مزيانة يا ثور دي سي لابخي ميدي كان مش اليوم إن شاء الله غدوة خاطر تخي بروش دو توا. الجوزاء الجوزاء ما نعرفش عليه جو متعكر لا يمتى ذي يا جوزاء وسع بالك خذ الأمور بالراحة شوية. خرجت لك سيس تخافل. سيس تخافل معناها قلق معناها خمام معناها نوع من التلويس والا الشك يا جوزاء. شوف الامور بعمق اكثر وما تظلمش وما تتسرعش وحاول تتفهم حاول تتفهم على خاطر السيس سيغيان ما تخاف الاقلاق. ربي معك يا جوزاء. السرطان السرطان موجود ومتواجد ومتفائل وفرحان. وي دو كارو يا كانسير يا كانسير وي دو كارو معناها فريمون لا بلو فورت كارت في لي تارو ياسر حلوه برشا خاصه اللويت معناها حاجة جاي من ثنية وإلا من فترة تستنى. اليوم عندك أخبار مزيان برشا يا كانسير فريمون بون شانس. الأسد الأسد حسب ملل بورتون كل شيء قاعد يمشي معاك يا أسد خاصة اللي مثل الأخرى الجمعات الأخرانيين يخرجوا لك لي بلو فورت كارت. ما نعرفش علاش حسب الملل وحسب التوتر وحس اللي طولت بيك المدة ما يسالش يا أسد استنى شوية وما تظلمش الطرف الثاني على خاطر أباغامون هكا عاتي بالقفاية شوية وماكش منتبه انتبه شوية وما تضيعش حاجات حلوة يا أسد. عندك تبديل عندك تغيير شوية صبر وكهو. العذراء العذراء وي دو بيك فريمون العذراء مقلقة على الاخر على الاخر اون ديغي بدات حاجات وبعد وقفوا وإلا صارت كيما طون داغي. ما تخافش يا عذراء خاطر خرجت لك سات دو كارو. سات دو كارو سي الفيكتوار سي الشانس الحاجات الحلوة الكل ولو انت على طون تستنى شوية مش مشكلة يا عذراء. عندك الفيكتوار وعندك شانس بجانبك. الميزان الميزان زاد كيف كيف معنوياته مرفوعة فرحان يحضر في حوايج عنده سي سيت سيت دو كور سيت دو كور معناها فريمون فرحان على الاخر الميزان ويحضر واقبال وقبول واخبار حلوه برشا بوينت فيو خدمه خاصه خدمه ولا مصلحه ولا فلوس فريمون حاجه ياسر حلوه جايتك فلوس وحاجه بها حاجه حلوه برشا خاطر سبعه وكي نحط وكي تبدا كور معناها حتى سنتيمنتالمون سافا مستقر وفرحان ومتفائل فما خبر مزيان في الجانب العاطفي فما اخبار حلوه ان شاء الله ربي يسهلوا الميزان وانا نحبه برشا على خاطر فيه نجيبه بيان سور. كاريت نجيبه مدام ليليا نحبك انا. ليه بديت ليه رانا بدينا نولي اصحاب. ان شاء الله نجيبه انا نحبك ولو انت مغياره شويه بس باك مش مغياره. العقرب العقرب عندك خطوه هامه يا عقرب يا عقرب عندك ديس دو كارو اول مره تخرج لك يا عقرب. بونس يا عقرب خطوه مزيانه برشا تخي بيل سام دارجون حاجه رسميه حاجه اوفيسيال باش تعمل خطوه باهيه برشا 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 يا عقرب اللي تستنى فيها من مده وفما فلوس كبيره وفما تصحيح ورقه يا عقرب شد كلامي راني ما نرجعش في كلامي فلوس كبيره سينياتور حاجه حلوه خطوه لقدام ديز دو كارو حتى بوان دو حب ابارامون مستقر وموجود. القوس القوس قلت لك هذا عامك يا قوس والجانفي نتاعك يا قوس متفائل يعطيك الصحه ما يستنى قاعد يعمل في خطوات باهيه قاعد يعمل في مجهود حلو برشا القوس يعطيه الصحه فريمون
عنده برشا حاجات حلوين، عنده حاجة هما، عنده ورقة هو زادة بشي صحاحة والورقة بشي دافيد، معناه أم بيان أوفيسيال ربي معك يا قوس. اليوم نهار مبروك على الأخر، عنده كوت فيل ولا ديكلاغاسيون دامور يا قوس، هضرب عندك اليوم نهار الحظ يا قوس. الجدي الجدي صاحبي عاد معروف نحبه برشا، ولو أنه هو اللي مات هذايا مش قد بعضه ومتشائم شوية، هذيك على مشيت الحوت أنت ولا الحوت والمزهر اليوم. الجدي 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 عنده 5 دو بيك، 5 دو بيك معناها مقلق فريمون، مقلق ومتشائم وكاينه كان يستنى وبعد ايس وإن با بيان. جدي خليك متفائل على خاطر فتره سيت ان باساج وتخرج منه بقدره ربي، وجايتك في حاجه يسرح له ناحيه هلويس يا جدي. 5 دو بيك هو الخوف وتهلويس، خليه يتعدى نهار اليوم كما يلزمه يتعدى يا جدي. كوراج عاد. ادالو ادالو زاد يخمم، تخممش برشا يا ادالو، كان عندك حاجه في مخك راك باش توصل لها، كان مهما كانت الوضعيه بوغ لو ماما راك باش توصل باذن الله باش توصل، على خاطر خرجت لك 5 دو كارو، 5 دو كارو ستابيليتي توتال سورتو لي بلان، حتى كان توا ستاسيوني معناها فماش حاجه الفوق فماش حاجه لوطا سافا فونيغ بقدره ربي. 5 باهيه برشا، اخبار حلوه برشا، انت باش تعمل خطوه هامه سورتو اون فامي في العائله. ادالو نحس حبيت نعلق حاجه اختي ايمان، عملوا لي دي كومونتير قالوا لي كيفاش تتكلم على دالو دون لو سونس انثى. انا كي نتكلم مش لانثى ولا ذكربون، نقول لك خاطر تقول دالو معناها كاينه مذكر، تقول عقرب كاينها مؤنث، تقول كانسير كاينه مذكر، فهمت؟ اما انا العذراء كاينها مؤنثى. فوالا دونك حبيت نقول للسيد اللي عمل لي كومونتير ولح عليا باش الواحد راهو نتكلم على زوز كيف كيف. الحوت الحوت حلو برشا اليوم نهارك. الحوت مؤنث ولا مذكر؟ حوته 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 حوت هو هو حوت مذكر، حويته مؤنث. الحوت النهار مبروك على الاخر يا حوت، خطوه مزيانه برشا 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 يا حوت، اللي برشا برشا يا حوت.